أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أصدر وزير التعليم بالحكومة المقترح عثمان عبد الجليل قرارا بإلغاء امتحانات الدور الأول لطلبة الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي للعام الجاري للممتحنين ببلدية زوارة. القرار الذي اطلعت النبا عليه يلزم طلبة زوارة بإعادة إجراء الامتحان ضمن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، واعتبر امتحانهم لدور الأول لهم بسبب القرار. وبموجب القرار أحيل أعضاء اللجان التنفيذية العليا للامتحانات والمكلفين بالمتابعة والمراقبة على مستوى المسؤولين أو المعلمين والمعلمات على التحقيق الإداري. هذا واحتج طلبة الشهادة الثانوية في زوارة على قرار وزير التعليم المفوض القاضي بإلغاء امتحانات الدور الأول في القسمين الأدبي والعلمي، وأظهرت صورا إضرام الطلبة النار في إطارات السيارات في شوارع المدينة ورفع شعارات ترفض قرار الوزير. أفادت مصادر للنبا باختطاف مجموعة مسلحة مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة لبريغا لتسويق النفط الأجدل ألافي. وأوضحت المصادر أن عملية الاختطاف حدثت بمقر الشركة بشارع الضل بمدينة طرابلس، حيث اقتاد الخاطفون لافي إلى جهة مجهولة بحسب المصدر. أكدت عضو مجلس النواب هناء بوديب رفع البرلمان جلسته اليوم المخصصة للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى. بوديب وفي تصريح للنبا أوضحت أن الجلسة رفعت بسبب رفض النواب التصويت على القانون، وحيث طالبوا بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري قبل التصويت حسب تعبيرها. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الجلسة لم تعقد بشكل طبيعي، بل صاحبتها مشادات كلامية واشتباكات خارج مقر النواب بحسب وصفها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.